الطوموبيل واقفه، السيد جاي مرق بالموتور على ما شافهاش واقفه ولا ما دخل فيها. السيد غادي يشوف الطوموبيل ديالو كانت حاله ديالو مشكله. بجد هنا ماشي شي حاجه اللي هي السرعه، السرعه قويه. السرعه قويه باش كان واجه الطوموبيله كانت واقفه. يلاه وقفت حتى هي، ماشي يعني زعما واقفه شحال، يلاه بلاصه حتى هي في الشارع. كيفاش الحاله ديالو مسكين هو؟ واحد مضروب مزيان، هو مضروب راس خارج لي الدم من راس ديالو. راه دوينا معاه بزاف على السرعه هادي. بنادم راه تيجي ممرك في الليل هنايا بلا ما لا ينتبه لا اللي غادي ولا يجي. شوف الخطوره ديال هذا دابا، الراس ديالو مضروب ومعاز ومفصل كله. الشهره راه بزاف على السرعه، دوينا معاهم حتى العين على السرعه هادي. الشهره بنادم راه ماشي راه الطوموبيلات والطاكسيات كلشي يديروا السرعه بزاف باش يمشيو. صافي تفضل خويا. كنا واقفين حتى كنتفاجئوا بهذيك دخول الدراجه الناريه في طوموبيل واقفه، والدري مسكين نتمنوا ليه الشفاء العاجل، حالته شويه خطيره وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنوا من الله بنادم كاع اللي كيمشي بشي سرعه يحاول باش يهبط شويه السرعه ديالو، راه والديه باقيين محتاجين ليه. كانت ضربه قويه، راه سمعنا بواحد الطريقه اللي بشيعه بزاف كاع. نتمنوا من الله الدراري ينتبهوا لريوسهم بزاف، وكنتمنوا من دوك صحاب الليلطرا حتى هما يدخلوا سوق ريوسهم. راه شويه ولات عندنا هاد المنطقه خايبه بزاف، وليتي ما كتقدر لا تخرج لا والو. بسكينه حي مولاي رشيد راه ولا شويه الدنيا خطيره عندنا. سلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.